سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ المهم نتمنى كلشي يكون لاباس. انا البنات هاد الباكيط يلاه جاتني ديال تركيا مع الصباح، مع 11 ديال الصباح بالضبط، جبريه سور ما كنتش عوالي عليها صراحه دابا، وداري راه مقلوبه مرونه، قبلوا عليا حكي يلاه، راكم عارفين يلاه فايخه، يلاه جمعت الطبله. المهم ما علينا، انا غادي نحل الكرتونه قدامكم حيت الدار ماشي كتجي صعيب، باش كل خطره بقى نصور، ولكن كنت ندرب عصفورين بحجر واحد حيت الكرتونه نحلها ونشوف اشنو كاين. اللهم نصور معكم ونكتشفوها بجوج، نشوفوا اشنو اللي كاين، اشنو استعلي جاتني، وتشوفوا كل شيء، ومن بعد علاش لا ندير لكم فيديو اخر. ولكن دابا بقاو معايا وشوفوا، كنتمنى الفيديو يعجبكم البنات. انحل على بركه الله. انت كتشوفوا انا جيت لهاد البلاصه هادي فيها سكوتش هاكو، كنحاول نحل عفش بشويش هنا باش من باش ما تكونش عندي شي حاجه الفوق نتم قطعها، راكم عارفين. واخيرا هانيتا، انت كي كتشوفوا البنات نحسمو ديك هي كل الشوكولاته، دابا ترس لي الدنيا كاع باش كتسخلي الحوايج. هذا البنات كيتما، هانتوما البنات، هذا الفوقي ديالو شتوه كيبان، بعدا الدياس ديالو، هانتوما شوف المبرة ديالو كي دايره، دابا نطلع الكتمة هادي، نحلها قدامكم البنات، هادشي كي كتشوفو يعني حلاه قدامكم كي كتجيني أنا. ثم البنات كي كتشوفوا هذا هو السروال، هذا السوفيت ما ديرها، هاي تشوفوها البنات، لا عرفتش شنو هاد المانشي، هادي لي مانشي. المهم كشفتو البنات رانا حليتها قدامكم، هي راه طويلة، حيد رجلك انا مقاتلة مع هدا. هاهي وحدة اخرى اختها، هي المطاط ديال ايه، كتشوفو البنات شوف هيا، هاد الكتمة البنات هنا غادي نوري لكم كي كتشوفو نحلها دابا، هاهي شتو كي كتبان البنات، فنة شتو كي كتبان انت، شوفوا التوب ديالها كي دايره البنات، فن ها هي، فن هاد التوب غزال، اللي ميتحبب ما حتى حاجه هانت،
هذا السروال ديالها ها هو شفتو زدكم هذه لا فيست الفوقانية هادي انت تشري يكون كيكون فوق ربي ما سمحوا لي ضرني ظهري خديت بنت هذا انا تعمت باش نصورها لكم نحل لكم الكخه مباشره باش يعني كي كنخرجك كي كنشوفها انا راك شفتو قدامكم كنحل الميكا وكنحل كل شيء ها هي هادي بالسنسله الثوب ديالها ها هو لا حاول تزرفه وعندها هذا في القب وهاد الفرور شفت البنات المهم كي شفتوا هي الكخه البنات هنا ها في وسط الكوميدور والله الا يلا حتى الدرب مازال ما جمعتها جا بكري قلت قبل ما نهز هذاك الشيء نحطو نصور لكم واحد البنت ديالي ناعسه ايوا هذا ما كان دابا نطويها هادو شتيها كتجي تروا بياس هادي دابا الثانيه هادي صراحه ما نحل قدامكم شي شويه نزيد هنا بالسكوتش وي ربي الحمد لله هذه هي الكتمانين كنت صورت لكم ديك المره سي لي 3 بياس هذا الجيلي ديالها هذا القياس يجيني هذا هو الجيلي ديالها هذا هو السروال كتجي غزال عندها تب فن عندها تب زوينة البنات وهي شتو كيف كتشوفو هاي شتو البنات هي طويلة تل تحت زعما شتو هذا الجيلي شتو التوب ديالو كيداير فنة عندها توب زوين كتجي من هنا مشدودة من اليدين هذا الترواب بياس البنات هاهي كي قلت لكم وهاهي في السروال السروال كيجي مجموع من التحت وهاهو هادو باليدين هاهو شتو تا هو كيطويل كتجي في اللبسه فنة راس قلبو تلقاوني لابسه في واحد الفيديو اللي كنت لبس طايه صغيره هادي تجيني سيدا شنو نوريكم اليوم حيد هادي كتمه ديال الكوتشي يعني هادي صراحه ديجا وريتها لكم بلا ما نحلها هادي كنت ديجا وريتها حيد واشوف ولدي نتقلز ليا هنا فوق الكرتون هذه المعاناة ديالي مع هاد البرغوثة وين ديالي هذه حتى هي الشاندال ديال الرجال ديال من جبدها حيد جاد نشوف البنت هذا البنات داك مونطو مونطو ب هاو كيشتو بلا ما نحلو راه كاين هنا في تلقاه في القناة عندي شوف عاوتان هذا بودي اللي كيخدم بيدو وحده كي كتكون حالتو ايوا باش تكون عندنا مصداقيه نوريكم نحلو الكخه قدامكم هالعاده وشوفوا ولدي ها ها حربي ها انتم جاد نو شوف التوب ديالو كيدير شتي الموزون زين
سمع. حتى شطون شرقلت ايوه ايش خصكم بس غزال كان بلو انا كيف الكولوريس وكلش وعزقة صراحة موديل الطرس ديالو صابو كاين هاد البوردو وهذا الكحل وانا ريا ربي اش هاد الولد عندي حتى مشكله هادي هاد السيك انا البنات وانا كنت دابا نحلهم لكم هادي مشكله عويصه عندي مع هاد النيني وهذا الخانز انتما كي كتشوفوا البنات عشتو بنصوركم الصباط هنا كلشي كلشي غنحلهم قدامكم راه هذا شوف البنات حيد اخ هذا الولد صراحه مو برزيط هذا شتو كيجي كي داير هادي سبادريه شوفوا هذا البنات كي داير هذا البنات ديال الحضور نوريكم الساك ديالو من بعد غادي نعاود انا نصوركم هادو واه مستانش سي هادو البنات هنا المنطوط هادو هادو كيديرو واه هادو كي كتشوفو المنطو ديال الكوتشي ها هو المهم هادو صراحة المنطوات طلق طلق هذا تا هو مونطو هادو كاع البنات وريتهم ليكم كنظن المهم انتوما البنات كي كتشوفو راه ولدي عاوني على الروينات تبارك الله عليه صراحة غير نحل ليكم واحد الموديل هذا شوفو اني ها هو شتو هاهو زين بابا كاكا ريبيكا بحال هكا بحال هكا عندي فيه حتى الكرونة اجي حتى الكرونة ديالو هاد الكرونه ديال هذا ايوا هادشي اللي كاين دابا ترونات عندي القضيه ما غادي نبقى عارفه ما نوريكم انتما البنات انا دابا غادي نوريكم هذا كي داير هذا ديالو شتو كي كاين صراحه كيجي زوين شوفوا عاوتاني هذا
دان، الثوب ديالو دان يعني كي كتشوفو ها هو. هادي نمرة 37 ها هو، هذا الصاك راسه هو دان ها هو. يا البنات ما معمرش الصاك باش يبان صراحة، كتشوفو كي داير صراحة زوينين. شوفو تاني هذا البنات ها هو كيبان راه راكم عارفين ما عامرش حسن هذا وهذا السويق صغير سيتو زوين. ايوا صافي البنات بنتي صراحه كتبكي بركة عليكم ديال التصوير، كاين بزاف ديال الموديلات باش تسوق بينا، كاين بزاف كما في ما يحل كلشي. المهم انا وريتكم مع الشانتيو ايوا النونوز ديال ولدي فيه ما مشات يخشي. ايوا هذا مكان البنات، دابا غادي نحاول نجمعن هادشي الروينه. شتو كي كتشوفوا الروينه وجايه نتي السلعه المصريه هي غادي نصورها لكم، راه ما كنصوركمش بزاف الحوايج ما كنصورش البنات. هالروينه هنا هالروينه هنا. المهم ايوا وتا الفيديو اخر ان شاء الله، اتمنى الفيديو يعجبكم.